بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين إلى وين وما سنتين نحن قد يصدق وين ولقد وعيوه هيت عيدا كي هورتو مكستحي لمريان صدق وين وعيوه هيت واقي استمى السمن كينا دولة دي صوماليات ما شعر دفيسك يقافكو دي سنتا هاي صدق يقافكو هاي أما قفتو دولة دي وعوين باشراتكو دكتي صومالي دي وماركتي كوكولي ستيني كسارتو صدق أصيبتوبي مهم وها مهم وها يعني كوارير الكرتو ما كد دفاع الكرتو قبل ضن بدت كلنا سوماليا ده عن له هذي قبل كيران ده عن له ذي بكول ده عن له هذي كمارس تيج الكزوج يلا مدرك بركة هذا مهم ويا هاي بركة صديق إنه عصوي هاي هاد دورنا قاعد يعيان هاي صديق وصل لنا يعيان طبعا واسك عض هاي يعني إثيوبيا مركز شيء يشيس كان سأفكرت كان وش هاي كودي بشي جنوري قولوا وقولي يبين الكلام تاسي دوني صور يبض سوماليا دني كويشو تاسي دوني سا سكست طبعا أنا يدلك سوماليا وقاي بسو أنا يسكش غيسو أنا يكش غيسو دولة سوماليا إن إنسان مرنا بإنسان دقينا وضحان سياسة ضحان دفاعهان مركز صندق وكما دوانا اللي بعتضي هذا قبل هذا صومالي كويس يا مدولة قبل هذا يو فرقلين تيو مددر كويس أي كما دوانا كاسو كقيم كيه ويهي ديب أهور قرينتا سلقن محايتا هاي عرزك يا حاطن كسو كورنيس الدولة فدرالك يا صوماليا وهذا خلاف بورنو كل حدنا عتوبي وهو مكسو كورنيس already إثيوبيا دالك إذا ما كنا بدنا قاشر عين بقى جوجل دولة الصومالية فرصة ترى بدنا يو هالشيء أما دال بدنا يو صمي سي أنا عالم كأوفصيرتو إثيوبيا دك الصومالي كويسو شيس كتر عشرة درجة هيك شيء نمر كريما صور إنه حنسله هاي دولة وكوغولة ستي أنا عالم كورن إثيوبيا كسوحرتو إثيوبيا هذا نفل عاروي وزي هذا هذا من كم جرو وذوقتها محارية إذا دبعت ذاك نحتاج إنه ذوقتها هي دولة فدرالك إثيوبيا نودها كل حياة وذوقتها هي تكرهها يا يقوي حد أحمري يقولي أنا وتقولي في عنا نسنج جرين وذوقتها يوضح كدرس كله وما ركت إلى تريا إثيوبيا سوى فينا مركب نف برسن كذا كم واب توي مركب حالة حالات دلك سيلو دجيو وان حالات دبدا لابور مركا حالات دبدا اني ابورتو ماركتي دلك تو دلك تو بيولوجيهو ان سومالي عدو كنت هاي دلكو يري دباتو كو هايان ان ماركتي بده هيل هايان دولته سومالي دني كورت مركا يعني سي حالات غودا لو دجيو وحي دونيسا اني حالات دبدا كايسو مركا انا سورغليسو مركا وحنا سلاهي وحو اني هادو سكرنيسو ما جرتو او كلي اون كاهين أني عدو تنبو بضان صوماليا ضاي ماركتي صوماليا كسامي ساتو ولي شعبك صوماليا ده موصن كعين وماركتي وحبو حيريني مركا دل كان ولي جيس صون دولة اللهين وماركتي كونسي غالبو غافرتان كي صدون كي الواتان كي يوكني سيداد بقوم دات صوماليا دون دولة هين دل كان دفاع جري دات كينا ولي واجوغاني وكعيني بضان انتي كان عود بضان مركا وحان سلاحي توبي وحيسو خرجني ساملها دولة Somalia number Baba Bia, they say, Shabka Somalia, Shabki to be our Halad Haddin Sanka Dahi. But can I tie Hokuma Marakti or Abbi Ahmed or Gamini? Mid Galasai, Nikoda, Shabkuna Somalia, the Dulit Somalian, the Warkumahan, Dulit Shabka to be Warkumahan, and Lakin Waku in Wakasa of Regina Hokuma, the Senate, so I don't know. I give you Somalia, then come in the next. way sida sheegtay saligan hadda waxa uu ku furan yahay dhinaca bokol dhinaca hiiraan qayb ka mid ah oo liba aad u balaaran haddana ma jirto ciidan dowlad federaal ah oo xuduudka dhinaca Itoobiya ee xuduud beenaadka ah ee xilligan ku diyaarsan marka arintaas soo dhawal jab kuma ahan dowlad Soomaaliya iyo goboladooda sida bokol iyo hiiraan ماي واحد نورجر كوم وغد نورجر كوم هوايو إن دولة دول جوجتا وشعب كجوجا دولة ده مغشين الشعب ويا إذا نمت جوجا ياس وجوجا شعب كأيضا ما إن مركا
مركز تبع ما ما يعني رميتان كيتوبيا ما سعنا إيران كسعنا ما بقول كسعنا جوال صوماليا كسعنا كل هذا الشيء اللي كشحتها كما سعدنا شعب كمارك جوال ذو غوي مرنبا مارك تي أنت أسكوما سعدتو الشعب كدل كده هيجا دفاع عنها ودكت دولة دن هذا دل كجرت عود ملحن إذا كده طيب رب دل ملحن ما كان نديد كشباب كودكت دل كدوري تونسون عشان تونسون دوات ذي كوهين مركز دولة دواري ما سيل دار على عيسى سياسي تاعنا كما قابلنا يسوي أنا يمارك تي دل كده دفاع ذو نحرر كمارك تي برسكا oo dawladda Itoobiya ay maareeyto oo reeso taasna waa hubaal in difaac doonto maareeyay markii ku aboontay waqtiga ku aboontay labada kooban way qaadashay waye waxa aad looga walaacayaa ama la is aadinaya xisaabta ah kala diritaankii Liu Bruis oo loo geeyay doorkoodii ee saligan oo si weyn loo soo dhaweeyay marka arinta shacabka deegaanka ee Soomaalida maxay ku noqonaysaa Soomaali galbeed waxay horeysa ku noqonaysaa oo ma aragtay in ayaga ruuxooda la askaraayo walaalahood in cadaw looga dhigo ma aragtay dadka dalka hadda ma aragtay Soomaali galbeed way soo kabanaysay oo ma aragtay xagga aqoonta aan leedahay wax soo saarka aan lahayn dowladnimada aan leedahay oo aad bay soo kabanaysay sanadihii ugu dambeeyay ma aragtay dhismo inta badan baa ka socday marka hore markaas oo dhan marka militarized marka laga dhigo sorry military laga dhigo dadkii dagaal loo jiheeyo isan raali ka ahayn ku qanacsanayn waayo dadka lagu jiheeynaayo iyo cid loo jiheeynaayo iyo kulli wax sharci waafaqsan ma oo Itoobiyana hadda haday hataa ayuu Itoobiya noqdaa mid aad horumar u keenayna maahan dowladdeega macno tiro badan uma sameynayso oo ka ahayn in ay horumarkeedii dib u dhaco iyo in cadaw tiro badan loo abuuro oo aysan maareeyo diyaar garoobin ama aysan xaq u lahayn ama xaq loogu lahayn ama ayagu aysan u dhahayn waxaad inoo faahfaahisaa markan khilaafka Masar iyo Itoobiya halka uu ku dambeeyay heshiiska Somaliland iyo Itoobiya beenaadka halka uu ku dambeyn karo ee talaabooyinkii la hadda dowladda Soomaaliya ay u qaaday sidii arrinkaasi loo burburin lahaa waxa way horta heshiiska goolada uu qoyay iyo Itoobiya galeen waa waxa ka jira Soomaaliya waa Soomaaliya aqoola kasta waxa sheegato inay go'aan ama hayo Soomaaliya 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 waa adduunka saas u yaqaan Soomaaliya saas isku taqaana marka heshiiskaas waxa ka jiraan waaye wax sharci iyo haysto haba yaraatee ama caalami ah ama local oo gudaha ma jiraan waa koob markaas waxaan ku dambeyn doonaa wax waraaqo ku qornay baashaasna ku dhamaado noqon doona taas waa koob Itoobiya iyo Masar waxaa isku haysteen waxa ka mid ah wabiga Nil oo maragtay biyo xireen ee Itoobiya ka sameysay ee koronto ay ka dhalinayso iyadoo laga heshiinin qaabka biyaha loo qaybsanayo iyo qaabka loo xiraayo iyo because wabigaana waxa weeye Itoobiya ka bilowday laakiin wadamo badan uu maraa resource-ku marka wadan inta uga gudbo wadan kale uu galaana hal wadan uu rabo kama samayn karo hadda wabiga Shabeel loo kala tiriyo Jubbo kala tanta Soomaaliya waxa tiro badan baa ka haysa oo Itoobiya ku hayso marka waxyaabaha miska saarnay kamid tahay oo baan daga ay tahay in wax laga qabto marka Masar dagaal tiro badan bay sameystay heshiisyo tiro badan baa la isku dayay in laga gaaro lagu mar guuleysan marka wali biyaxreenkiina ma aragtay dhismi walahuba arintaas ma aragtay marnaba ma aqbali doonto waana sababaha hadda Itoobiya Masar iyo Soomaaliya ay xiriir u yeelanayaan waayo cadowgaaga cadowgiis waa saaxiibka marka Masar iyo Itoobiya ayagoo xiriir soo jireen oo lahay haddana inay xiriir ka yeeshaan xaaladda Itoobiya ama Masar iyo Itoobiya ku hayso ama Itoobiya iyo Soomaaliya ku hayso gesoodkaas waxay muhiim u tahay labada dal ee ka heshiyaan qaabka interestigooda iyo danahooda ay u difaacan lahaayeen oo waddankii lagu soo diray uu noqdo waddanka kale ee lagu soo duulay marka halkaas kama fogo Eritrea ruuxeeda iyo Itoobiya isku fiicna iyadana dawladda Soomaaliya waxaan ognahay inay Eritrea soo dhaweysay xiriir fiican ay leeyihiin marka markastaba yacni Itoobiya wadamada diriska oo dhan baatiga ku haysa Suudaan oo kale tan ku haysa oo maragtay dhul ay ka haysatay iyadoo weliba kaga faa'iideysatay hadda dhibaatada hadda Suudaan marka Itoobiya gudaha dhibaato tiro badan baa ka jirta dibaddeedana dhib tiro badan bay ka wadaa marka waxaan isla
ay gudahan Ethiopia waxay ku dambeyn doontaa maaragtay ama ayagu inay kala burburaan ay kala tagaan ama waxay ku dambeyn doonaan aqal go'an oo soo laabto oo heshiis ay la galaan wadamada dariska oo gobolka oran la dejiyo. Waxaan idin wadnaa fariin farxad leh. IBS Bank oo mar walba u taagan qancinta macaamiisheeda waxaanu kugu bishaareynayaa qiimo dhimis ballaaran oo la xiriirta kaararka bangiga ee Visa Card iyo Mastercard. Ku soo biir dunida casriga oo qaado IBS Visa Card, waxaadna ku heli kartaa $5 oo keliya. Ka dhigo wehelkaaga IBS Mastercard kuna hel $3 oo keliya. Dhammaan kaararka IBS waxaad ku heli kartaa muddo ka yar 5 daqiiqo. Kaararka IBS waxay haystaan aqoonsi iyo ogolaansho caalamiya oo kuu fududeynaya inaad si sahlan oo ammaan ah ugu isticmaali karto dunida oo dhan. Si la mid ah, waxaad lacag kala bixi kartaa ATM-yada dalka iyo dibadda. Waxaad ku jaran kartaa tigidhada diyaaradaha, basaska ama tareenada. Waxaadna uga adeegan kartaa suuqyada caalamka oo dhan. IBS Bank waxa uu la gaar yahay qancinta macaamiisha 24 saac, waana bangiga keliya ee bixiya adeeg Visa Card guud ahaan dalka. Sidoo kalena waa bangiga keliya ee bixiya adeeg Mastercard dhammaystiran. Haddaba macmiil, ka faa'iidayso qiimo dhimistan aadka u ballaaran ee aynu ku samaynay. Qiimo dhimistu waxay socon doontaa muddo cayiman ee booqo xarunta IBS ee kugu dhow oo horey u qaado kaarka kugu habboon.